إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا هنا من جنانات عمارات أيلة السقوط في أي لحظة. جاءوا حصاوهم بطبيعة الحال حسب تصريح السكان ومازال ساكنين فيهم، ما عارفينش المآل ديالهم فين غيمشي، وخاصة أن الحكم ديال الإفراغ جاهم سنة 2021 باش أنهم يخويوا هذه الأحياء لأنها كتشكل خطر على السلامة ديالهم وعلى الحياة ديالهم. لحدود الساعة مازال ما خداوش التعويضات ديالهم. كيقولوا شنو المصير ديالنا؟ فين غنمشيو؟ سنوات وحنا عايشين هنا، جا الحكم ديال الإفراغ مرحبا به، ولكن خاص يجي معاه يعني بطبيعة الحال التعويض. فين غنمشيو؟ فين غنسكنوا؟ للأسف شهادات صادمة ديال الساكنة اللي مازال عايشين هنا برغم لأن كاين حكم ديال الإفراغ، ولكن مازال عايشين هنا. فالنهار اللي طيح الله يسر شي عمارة فكيفاش غيكون المصير؟ شكون اللي غيتحمل المسؤولية؟ غنحاولوا نشوفوا مجموعة من التصريحات أكيد ديال هاد السيدات اللي كيشتكيو شنو المطالب ديالهم. أجي معايا لالا هنا قربي عندي. شريفة كي دايرة لاباس؟ ندير لك الخير أوليدي كنعدي. قربينا من هاد الشيء ديالكم، فوقاش جاكم الحكم الإفراغ، كيفاش عايشين؟ هادي أسانة أسانة، شحال هادي أوليدي؟ قال شي 4 سنين وقيلة هكاك. ما نقدرش نقول لك اوليدي هكا. نعم. اسمعني نقول لك هذه شي 4 سنين هكا. 4 سنين واخا دابا غير الظروف اللي كنتو عايشين فيها. الظروف عايشين فيها، عايشين في الخطر المرضي. نعم. عايشين في الخطر. نعم. في النهار كنقيلو في تالعين، وبالليل كنشهدو وننعسو. نعم. وسميتو عليه. شكرا العزيز، شكرا الحبيب، وكنتمناو على الله المسؤولين يعتقونا في سبيل الله. نعم. يعتقونا في سبيل الله، يشوفوا الظروف ديالنا كيفاش دايره. الله يرحم. لا ما عوطوناش اوليدي، ما عوطوناش. كنمشيو هكا للدائره وهذا كنمشيو، وما كيقولوا لنا المهم غير سيروا وبقاو تجيو، سيروا واجيو سيروا واجيو. نعم. حتى نشوفوا الحل شنو هو. نعم. هذا اللي كنطلبوا التعويض فين نسكنوا. نعم. كنطلبوا ساكنين فيهم؟ مازال اوليدي ساكنين. ما خايفاش انا؟ كنخاف اوليدي وفين غنمشي. نعم. ما عندي الحبيب فين نمشي اوليدي، ما عندي فين نمشي، راه ربي على المشاهد. نعم. لا باش نكري، لا كاين اللي كرا. نعم. كاين اللي كرا وكاين اللي ما كاريش. ما عنديش الحبيب. يعني كتخاطري بحياتك وبقيتي هنا؟ ما عندي ما ندير. نعم. نخرج للشارع، اللهم نموت فيها. نعم. ما عندي ما ندير. نعم. ما عندي ما ندير المرضي. ما عندي ما ندير العزيز. واخا ممتن معاكم اكيد من اجل ايصال الصوت ديالكم. غنشوفوا شهادات اخرى ديال اسر تستنجد بالمسؤولين. شنو المصير ديالنا دابا الان؟ حنا رحنا جانا الحكم بالافراغ، ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش باش نكريو، كنغامروا بحياتنا والحياه ديالنا في خطر. في اي لحظه ممكن لان العمارات يطيحوا. شنو غيكون الحل ديال هاد العمارات الايلة السقوط في الجنانات؟ لالا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قربينا من المشكل ديالكم بلدي. حنا سيدي اللي كيقولوا الاخوات كلهم، احنا كنقولوه حنا عينا نمشيو ونجيو، ما خلينا فين ما مشينا، ما خلينا مشينا عند العمران، ما خلينا طلعنا عند الوالي. ملي كنمشيو عندهم كيقولوا لنا سيروا لعند القايد ديالكم. ورقه الافراغ هي جاينا الورقه الافراغ، ملي كنوريوها للقايد هذا كيقول لنا خصكم ضروري تخرجوا. حنا سيدي ما عندناش فين نخرجوا، فين غادي نمشيو؟ كيقول لك سيروا كريو، ولا حنا ما عندناش باش نكريو، ما عندناش فين نمشيو. لا اله الا الله محمد رسول الله. في النهار كنضلوا هذا، وفي الليل هي المشكل اللي عندنا هو المشكل. السفاله عندنا مضرورين بزاف بالماء، مضرورين بزاف. واش خايفين يطيح عليكم؟ ايوا راه ضروري، كنخافوا على راسنا وعلى وليداتنا، وراه ضروري. يا ما نخافوش، راه كنخافوا بزاف اكثر. مازال ساكنه فيها وكنخافوا اكثر. نهار اللي كيكون الشتاء، نهار اللي كيكون الشتاء وكيكون الريح وكيكون هذاك، هو عندنا المشكله. ايوا الله يجازيهم بخير اللي بغى يتصاوب معنا، الله يجازيهم بخير. ما بغاوش، احنا كنطلبوا الله وصافي وشكرا. واخا لله شكرا. اذا كتسمعوا مجموعه من الشهادات اكيد بخصوص هذه العمارات الايلة السقوط في اي لحظه. هاد المواطنين كيطلبوا من المسؤولين يتحملوا المسؤوليه ديالهم ويفعلوا القوانين ويخرجوا لهم التعويضات ديالهم، لان الا مشاو طاح عليهم هاد العمارات وقعوا ضحايا فغيكونوا كيتحملوا المسؤوليه ربما على ما اعتقد، لان ما عرفتش انا التماطل في اخراج التعويضات ديالهم واش هي تماطل، واش يعني امور قانونيه اللي تستدعي شويه ديال الوقت، ما عرفناش بالضبط. هاد الناس راهم كيناديو الجهات المسؤوله. الشريفه السلام عليكم. السلام سيدي. كيفاش عايشين انا نتوما هنا في هذا؟ عايشين سيدي في الخلعه، وهذا راه حنا محنين ومخلوعين، جينا نكريو ما جبرنا باش نكريو. راجلي عند الكروسه كيخدم غير بالكروسه، وموقف راك عارفه.
رحنا عايشين في الخلعة احنا وليداتنا. ملي كتكون الشتا كيكونوا محنين كنخرجوا بحالنا لبرا. ملي كتجي الشتا والريح واش كنخافوا كنخرجوا ما كنقدوش نقعدوا فيها. كنخافوا ومني صوبوا هاد الدار هاد الموب اللي طالع علينا هو اللي زاد كمل علينا. ما هودنا حصرناهم قال لك لا غادي نعطيوكو دابا من دابا شي سيمانه مش غنعطيوكو. دابا هادي 4 سنين وحنا محنين احنا مازالين. ما كاين حتى حاجه نصير. كنقول لك ما كاينش الفلوس، الفلوس ما كايناش. كنقول لك الفلوس ما كايناش. ايوه شكرا سيدي شكرا. غنحاول نوصل لكم الصوت ديالكم. هاد العمارات لو تشوفوهم يعني كلهم مشقوقين وايل السقوط، يعني ملي كتكون عماره مصنفه لانها ايل السقوط فكتشكل خطر على الساكنه وخاص يخويوها اكيد ما عندهمش هما يعني فين يمشيو. كيقول لك حنا ما عندناش البديل. مراميناتها الشقه هادي راه كتبان على الدار مراميناتي. نعم هادي راه الدو كيبني كندخل للدار كيبان هذاك. يعني كلها مشقوقه شريفه. كلها مشقوقه كلها واد الا دخلتي تشوفها من داخل كلها مزعزعه. مازال ساكنه فيها لا لا؟ ومازال ساكنه. في النهار كنمشي عند ولادي. اها في النهار كنقيل فيها ولي كنمشي عند ولادي. دابا انا كنخاف على راسي وعلى وليداتي راه انت عارفه الشيء. واش مشقوقه كامله هاد الدار هادي كامله؟ الدو كيبان حدا الحمام. انت الا دخلتي دابا تشوف الدو كيبان من جهه الحمام هنايا انت تشوف. نعم ها الشقه الاولى ها الشقه الثانيه. نعم. وهذيك راه ديال جارتي عاود اللي فوق منا راه فين هي عاود الكرش خرجت لهاد الصالون كاع خرج. نعم. الدار نعم. الكوزينه طاحت من الداخل خلاص. نعم. حتى ديك البوطو اللي غليظ راه طاح. واخا ملي كيكون الريح والبرد والشتاء واش كتخافوا؟ كنخافوا على ولادنا وعلى حويجاتنا. وراك عارفه وليدي حال حالت الله وما كاينش. نعم. راه حنا راه ربي اللي عالم بينا ما عرفناش شنو غادي نديروا مع الشتي. كنطلعوا للدائره الفوق كنعياو كنقيلوا قاعدين. نعم. كنهودوا كنقيلوا بالجوع والنعومه. نعم. حتى كتهود كتقول داك الشيء زعما غادي تقدر يديروا معنا شي حل. ولا لا حنا غنديروا خدمتنا والمسؤولين خصهم يديروا خدمتهم. راه خاصهم يديروا معكم الحل. انا في النظر ديالي راه خاص يديروا معكم الحل. نعم. منين طلعنا تلقيت قال لك حنا الخدمه ديالنا حنا سالات. يمكن لكم تشوفوا شي جهه واحده اخرى. وحنا ما عرفنا فين نمشيو. نعم. حنا قاعدين في الخاطر هنايا. نعم. وعينا معاهم عطيونا شوفوا لنا شي حل. قال لك ما كاين والو غير سيروا بحالاتكم حتى تجيو اجيو نقولوها لكم. ايوا هادشي اللي كاين. واخا لالا حنا بطبيعه الحال كصحافه نقوم بدورنا من اجل ايصال صوت المواطن. الصحافه الهادفه اللي اكيد كتقلب على المواضيع ديال ولاد الشعب. خليونا من المواضيع ديال التخربيق والخوى الخاوي. خصنا المواضيع اللي غيفيدوا ابناء المواطنين المغاربه. حنا لو اننا ساهمنا معهم في انقاذ الارواح ديالهم لان مازال دابا الناس عايشين وهي عماره ايلا السقوط ممكن لانهم يطيحوا عليهم في اي لحظه. وداك الساعات غتكون الماساه وغتكون الكارثه وغتجي القناه ديال شوف تيفي لا قدر الله. نعم تفضلي. السلام عليكم. الله يسهل امرك. حنايا انايا تهبط تشوف واحد السفلي واحد الحاله تشوفوا عاد نهضر. ماشي زعما هذاك الشيء دايره غير واحد ليزر انا. ها الشكايه من 2019 كل ما تنطلعوا ها الشكايه يسهل امرك. المهم لا هو هذا جنانه وانا ارماله وما في حاليش وما عنديش فين نمشي. ما قديش نخرج الزنقه. اخر حاجه هي نخرج الزنقه ما قادرش. والموبل حالته كل شيء مشقوق كل شيء محفر. دايره غير لي زار ناعسه وانا في الخلعه. نعم نعم واخا لالا الرساله ديالك واخا لالا ان شاء الله باذن الله غنوصل لكم الصوت ديالكم. متابعينا جنانات عمارات ايلا السقوط الناس مسؤولين يجب عليكم التدخل في اقصى باقصى سرعه قبل فوات الاوان لان دابا الان الحياه للمواطنين في خطر. وما كايناش دوكم ملا عملنا انكم ديروا الخدمه ديالكم الدور ديالكم. شكرا المتابعين على ما لقى بكم في بث مباشر اخر. نتمنى لنا الصوت يوصل. حياكم الله. السلام عليكم.